أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد، وراجعين معاكم مع قصة الشاب برجس الجهني يلي عشق للسيارات وتصليحها خلاه يحول جزء من منزله لموقع يمارس فيه هوايته وشغفه ويستقبل سيارات الأصدقاء لتصليحها وإعادتها إلى ما كانت عليه بدون أي تكاليف مالية عالية. وكمان بدأ يصور يومياته في عمله عبر مختلف مواقع التواصل حتى ينقل للجميع خبرته ونصايحه الخاصة بالسيارات، ونشوف إيش سوى الجهني. صيانة السيارات هي الهواية اللي مارسها الشاب برجس الجهني من سنوات، عشان كذا حول جزء من بيته لورشة فيها كل الإمكانيات اللي يحتاجها لتصليح سيارات الأصدقاء كثير من اللي يقصدونه بدون تكاليف عالية. والله بدأ من ممكن تقريبا 8 سنوات، يعني اكتشفت الشيء هذا فيه أني والله أحب أفك، أحب أركب، أحب أشتغل بيدي، فاكتشفت الموهبة هذه بيدي فبديت. أصحابي اللي حولي كانوا يعانون بعض المشاكل اللي أحيانا ممكن الكل يصعب في حلها، وبدينا نشوف الحلول، وحبي للسيارات هذه يعني هي اللي خلتني أكتشف الحلول يعني بأقل التكاليف. عشق السيارات وتصليحها خلى برجس يروح لأكبر مصانع السيارات في العالم عشان يثري موهبته بكل شيء جديد. أنا لي زيارات حتى للمصنع، نعم، يعني سألوني أنت درست في معهد المرسيدس؟ قلت لهم لا أنا ما درست أبدا. طبعا الشغلة ما هي سهلة، أنا برجس حاول يعلمني شوية كذا في ميكانيكا السيارات، هالشاب اللي حول جزء من بيته اليوم عشان يمارس هالهواية اللي احنا نشوفها. أنا بكمل مع برجس، بحاول أتعلم عشان أحاول يمكن أصلح سيارات أصحابي والناس اللي تعز علي. كمل برجس؟ كمل. يلا بسم الله. برجس يقضي كثير من وقته في ورشته المنزلية، يتنقل بين السيارات وقطعها المختلفة، يستمتع بالعمل ومساعدة الغير، وأحلى شيء يسمعه عبارات الشكر اللي توصله من أصحاب السيارات. كانت يعني صراحة أنا كنت لما خلصت أي سيارة شخص كانوا يرسلوني الله يجزاك بالخير، انتهت المشكلة معاي وحليت الموضوع معاي، تعرف النتائج طيبة تطمن. نعم، سعادة الناس يعني هي صراحة شيء ثمين. ساعة واحدة بس اللي قدرت أصلح فيها هالسيارة، طبعا الشغلة ما نقول سهلة، فيها أكيد صعوبة، بس مع برجس إن شاء الله ما في شيء صعب. مع السلامة. ويعني هذا يمكن برجس واللي عمله، وأنا هنيه صراحة على يعني الصنعة اللي هو قاعد يقدمها. وهذا موضوعنا اليوم، لما نقول نسأل مجرب، وهو أحد المجربين وليس المتخصصين، لكن من خلال التجربة أصبح بعد هذا الشيء متخصص في عمله.